البطولة مع منير أوبري وفخر الدين رشحي على شاده فام. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شاده فام، وباسمكم نرحب بالكابتن فخر الدين رشحي. أهلا وسهلا. تحية لك أخ منير، وتحية جميع الصديقين وصديقات البرنامج. كيف الحال؟ كل شيء مزيان، كل شيء بخير. عطي جاتني هذه الساعة ونص قبل منك طويلة اليوم، كانت تسناك إمتى تجي. إوا عيطت لك ساعة عندي، كانت تسناك إمتى غادي تجي، حيت كانت تسناك، حيت مازال ما ساليتش معاك من الحلقة البارح. باقي احنا غاديين. اسمح لي فخر الدين، بدا غير بواحد الخبر اللي في الجزء الاول من البرنامج ما بقاش الوقت باش نقدم غير هذا الموضوع، هو موضوع المنتخب الاولمبي اقل من 23 سنه اخيرا غيكون تربوس من 28 في هذا الشهر بدايه من اليوم حتى لو 2 في المركز الوطني لكره القدم بالمعموره، وفي اطار استعدادات البطوله شمال افريقيا اللي غادي تلعب في ليبيا في شهر اوت ان شاء الله. الحسين عموته سبعه واحد اللائحه اوليه لهذا التجمع، وفي واحد المجموعه ديال اللاعبين هما حمزه بوسكل ديال اتحاد توارقه، انس سوفير اولمبيك اسفي، بلال ودغيري المغرب الفاسي، محمد جواب ديال الاكاديمي، مروان اوهرو ديال اتحاد الخميسات، حمزه الزعار اولمبيك اسفي، شرف الدين بولهرود اولمبيك تشيرا، اسامه الزمراوي شباب محمديه، عمر الملوكي اتحاد الخميسات، عماد الراحولي اولمبيك اسفي، ايوب مولوع الفتح الرباطي، الكوري الشيخي الجيش الملكي، توفيق بن طيب اكاديميه محمد السادس، حسين رحيمي الرجاء الرياضي، يوسف الغزال اتحاد توارقه، رضا اسماما الاكاديمي، وعبد الله الخبادي الفتح الرباطي، حاتم صوابي الجيش الملكي. اضافه صافي حاتم صوابي 18 لاعب اللي استدعاهم حسين عموته، هما واحد المجموعه اللاعبين سابقين في منتخب الشبان في انتظار التحاق باقي العناصر. هذا تجمع ديال اللائحه اللي فيها مجموعه من اللاعبين اللي كيلعبوا ديجا في الفرق الاولى ديالهم، نتمنوا تنضاف لهم ينضافوا لهم العناصر اللي كيلعبوا تكون تنافسيه، ونشوفوا واحد الصوره ديال واحد المنتخب اللي ممكن نحلموا به من هنا 2024 ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. فخر الدين، كما هي العاده تعليق على ابرز الاحداث الرياضيه اللي ناقشناها قبل ما تجي ان شاء الله. اكيد كاين الالعاب الاولمبيه، هضرنا البارح على المسيرين داك الشيء، لجنه الاولمبيه، كاين واحد التدوينه ديال الوزير شتيها؟ لا. واحد التدوينه ديال السيد الوزير الشباب والرياضه كاتب عثمان الفردوس، كاتب فيها: عدت يوم امس من طوكيو حيث تشرفت بحضور حفل افتتاح الالعاب الاولمبيه وبعض مسابقات الرياضيين 48، تمكنت من تشجيع الرياضيين الذين قابلتهم واكرر ذلك لجميع الاخرين مهما كانت نتيجه مشاركتهم، واتذكر الاداء الممتاز لرمزي بوخيام الذي شرف رياضه ركوب الامواج، ثم أشيد بقتالية الواعدة الملاكمة أميمة بن الحبيب. لا، السكوت علامة الرضا، علامة لا رضا. عندك تكون ماشي هو هذا اللي قال، ها؟ هادشي اللي قريتي ماشي هو. من غير تصويرته بالعربية والفرنسية هادشي. لا سبحان الله، أنا يمكن تكون قريتي شي حاجة أخرى وماشي هو. لا بالعربية وفرنسي. وعلى ما كيهضر؟ وكونت على الرياضيين المغاربة. سير؟ اه. مزيان الحصيلة وكل شيء. بخير. بخير. وحضرت الحفل الافتتاح. إذا أنا كان بالي بأن احنا غاديين مزيان. صافي ياك. الحمد لله. أمور غادية مزيانة. بخير. وكل شيء مزيان. اللهم لك الحمد. وكنظن بأنه هذا الشيء اللي حققنا لحد الساعة بخير. مشرف، لانه الرياضه ديالنا ما عمرها ما كانت، لا بوكس ما عمره ما دار شي حاجه، الاتليتيزم حتى حاجه ما كنا كنشاركوا فيها، وهاد الالعاب الاولمبيه اللي شاركنا فيها اليوم درنا فيها انجازات غير مسبوقه. الراضي الله يرحمه ونحيد واحد عدد كبير ديال الناس او في الوقت ديال سميتو، فشكرا، شكرا للحضور، شكرا للتفراج، شكرا للاحتفال، شكرا لسميتو، يمكن حنا اللي خصنا نمشيو حنا غادي نمشيو. قالوا الناس، قال لك يمكن غنمشيو. وصل الوقت على انه حنا خصنا نمشيو فحال غنمشيو فخر الدين، خصنا نمشيو لانه يمكن انا كيبان لي كون هو واحد عنده ضرت في شويه ديال النفس وعنده شويه ديال الغيره ما تنظنش غادي يخليه يعيش. كاين ناس اختصاصيين كيقتلوك عرق بعرق، انا ما كندوش على سميتو، على شعراء، على كتاب، على فنانه ديال سميتو. دابا الوقيته اللي كتشجع على الحوايج اللي هي ضعيفه فما يمكنش لك منير، مع كامل الاسف، مع كامل الاسف، حرام عليك، حرام عليك تستقبلني بهذا الخرجه. وكانك غير معني. لا لا زعما خطيره منير، شي على الاقل تمشي شويه ما تبرد للناس مساكن
شويه هذا تقول اودي غادي نديروا واحد غادي نجلسوا غادي نجلسوا مع الناس وغادي نشوفوا شنو هو الخلل وخصنا نديروا خصنا مع العلم انت واش غتبقى تما ولا ما تبقاش. المهم غير هضر هذه الكلمه اللي كنا ولكن مع كامل الاسف ما عليناش. دائما في الالعاب الاولمبيه البارح قلتي لي وسمعونا الناس كاملين ان البوكس عندنا حنا في الدم المغربي كيضرب وداك الشيء. واحد الرياضه اخرى حتى فشلنا فيها البطل ديالنا تقصى في الاول رفع الاثقال والمغاربه مولفين كيهزوا الثقل فين ما مشيتي كتلقاو كيهزوا الثقل الثقل فيه وفيه حنا كاع المغاربه هازين الثقل حنا حامل الاثقل حنا حاملين الاثقل شي مغربي ما حاميش الاثقل غادي تدوز عنده مسكين الاثقال ديال المشاكل الكريدي اثقال ديال الهم وهذا حنا حاملين الاثقال منذ الولاده ديالنا جدودنا بواتنا وحنا حاملين الاثقال ولكن مع كامل الاسف منير تنضم انا كنقول لك المعدل اللي كتمشي به ما تقدرش على الناس تمايا باش تكون ما تبقاش تحلم منير غير اللي كانت شي حاجه دابا حنا كنتكلفوه بواحد المعدل اللي هو متوسط واقل من المتوسط سكي فيه كتمشي تلعب مع ناس منير راجين شي هذاك دابا شفتي انت ما هي تما ما دازوش بها عندهم في روسيا وفي اليابان وفي راه خصك تفهم هذه القضيه هذه راه هذا هو المشكل اللي واقع عندك اذا انت كتمشي هنايا بطل وي ولكن راه ملي غتمشي ليه كتوجه مع ابطال عالميين شي غير البارح في السباحه حضرت لواحد الامريكي دخل شويه وكيتمختر هو المرشح وديجا كان بطل وهذاك داها لي واحد من اسميته دغيا فرقت اي دي اللي سبقات زقوام كراسي كاع طروازيام حيت الشيء منير تيقول لك خصك لا بريباراسيون ديالو انا ملي كنسمعهم كيفاش كيفاش من بعد اول ملي كيربحوا الميداليه كيبكي علاش كيبكي يا منير تخدم عليها الله يرضي عليك يا منير هو ما كيبكيش على الميداليه ابا تيقول لك كيسكو جي في باش نوصل انا ديرنييرمون كنسمع ديك جيدوكا وسمع راه قال لك راه منير راه داكشي اللي كيديروا راه ما تصورش اش كيديروا الخدمه ليل ونهار باش كيمشي ويجيبوا ديك الميداليه وانت كتبقى مريح هنايا يجيب لك الله التيسير كيجي شي مسؤول ويقول لك كتكلف على حساب شي حاجه اللي انت لا باين بانك راك مكلفي مع ناس اللي هما مستوى ديالهم وما كتمشيش تخدم وما كتعاونش لي زاتليت ما كديهم شي هذا بحال دابا داك ديال الركوب الاول اللي قال لك هويا ركوب الخيام وداك رمزي مسكين انا كيعاود لي الدراري انا كنمشي هنا جيت عين دياب كيعرفوه تيضرب تمارا الراس راسو مسكين وما ما لقاش قالها هو ما كاينش شي حاجه اودي راه خاص شي تعازله عاوتاني تعاود من الاول علاش راه غنرجعوا نقولها فخر الدين راه 2009 وبتوجيهات ملكيه تم اطلاق ذاك البروغرام ديال الرياضيه الصفوه اشنو تقال بالحرف قال لهم غتكون واحد اللجنه غتختاروا سته ديال الرياضات اللي فيها ريحه الميداليات وشوفوا ابرز الرياضيين ويداروا لهم المعسكرات ولي صالير وكل شيء يعني رياضيين نخبة داروا في الاول 6 رياضات تلعب القوى الملاكمة يعني كاع اللي فيهم من بعد ولات 18 رياضة ولات حتى دوك الرياضات اللي ما تحلمش انت كاع انك تكلفة حتى هي دخلت البروغرام هو هو هو, هو منير انا غادي في الطوموبيل وسمعت واحد البرنامج في اتلانتيك غير بالصدفة سبحان الله العظيم لقيت واحد السيد ديال البينغ بونغ كيهضر باللغة ديالنا وباللغة ديال جميع المواطنين كيشتكي على الاقصاء وعلى بنادم على كيقول لك حب الكراسي قال لك دابا ما بقاش حب ديال سميت حب الكراسي يعني ما بقاش كيهمو هويا واش نجح في البرنامج ديالو واش السنين ديالو اللي دار مزيانه ولا عامين خصو يبقى جالس حب الكراسي قال لك الاقصاء والتهميش وبدا كيعاود مسكين وبدا كيعاود يعاود يعاود كنبقيت كنسمع فيه كمعلم نفس الهضره اللي تنقولوا حنا واللي تيقولوا كاع الناس لا حول ولا قوه الا بالله يونس دالير قال لك المغاربه طماع اسمعوا 120 مليون الميداليه الذهبيه عينيهم خرجوا فقدوا التركيز والفقر وميدان لا ماشي 120 مليون 200 مليون 200 مليون 200 مليون واللي غيديها يستحق الله غير يجيب لك ميداليه ذهبيه سوني با فاسيل اخويا راه هادشي راه كيبغي الخدمه راه 200 مليون نعطيك مليار ديها معك في جيبك ولكن فاقد الشيء لا يعطي انا سي با شامبيون ما واش مليار غادي تدير لي شي حاجه هذا ما دير لي بعيدا على الالعاب الاولمبيه تعلق على واحد الخبر اخر كنت كنتسناك شحال هذه باش هضرنا ذاك النهار على قطر في ديك المنافسه ديال الجولدن كاب امريكا الشماليه الماتشات غدا بعد غدا عندهم او غدا مع 12 ونص الليل عندهم دومي فينال مع امريكا مشاو غاديين خدامين تاهلوا نصف النهائي خدامين امولي شهادو عارفين اش تابعهم
شي القتال اللي ترشحوا لكاس العالم اش كيقولوا هما دابا منير؟ هذاك الشيء ديال حنا غنشاركوا كقطر في كاس العالم ما بالنسبه لهم هما محشومه ما بقاتش، لانه هو الامكانيات دابا اللي موجوده والخدمه على مستوى بارد عليك، ولات كتفرض عليك على انك تقارى المنتخبات الكبيره، حيت هاد المنتخبات الكبيره الا ما قارعتيهاش دابا فهاد القتال اللي تاهما شويه فانهم مابقاوش عندهم لعابه مابقاوش نجوم بحال الشكل ديال مارادونا الله يرحمه ولا كريف ولا واحد عدد كبير ولا حتى رونالدو غير هاد اللاعب الاخرين اللي شفنا في الاخير مابقاوش عندنا دابا لعابه اللي ولاو عاديين كيدخلوا مع الفرقه ديالهم تيكونوا مزيانين مع ال11. اذا قطر انا نقول لك غادي يا مونير تخلق شي تخلق مشكل كبير في ماتشات في كاس العالم، فهما غاديين وهذاك المربع اللي كان مولف ديما كيكون في كاس امريكا الشماليه هي دخلات ليه دابا قطر واش بغيتي في الدومي فينال مع امريكان مع المكسيك مع كندا تبارك الله اش بغيتي كانت خاصه جامايكا المكسيك تبارك الله وكتشوف المكسيك وكندا اذا منتخب قطر غدا ان شاء الله مع 12 ونص ديال الليل. تحيه لكم مستمعينا ومشاهدينا على صفحه الفيسبوك. سي امين باش كيحصل القجاع فاش كيشوف ساحل العاج باقل امكانيات دازو ربع نهائي الاولمبياد ايوا خدمه والله الا كنتاسف لك الجيل ديالنا اللي ما داش وحق الله العلي العظيم خدمه لان داك الجيل اللي ما داش هما اللاعبين ديالو راه بارزين في البطوله خدمه للاسف خدمه كرهنا حنا نشوفوا حتى ديك موني حتى داك لو شوا وديك العشوائيه هي اللي خلاتنا في العشوائيه ولا عشوائيه اجي انت هكا راه تالو شوا هو اللي كيدخلك في العشوائيه مونيا ما كرهنا نشوفوا المنتخب ديالنا دابا لاعب بحكيمي بن نصيري باشرف دار باشرف داري بعبد المنعم بوطويل بحمزه خابه كاين الخير ولكن عندنا دراري كاين للاسف. قال لك سيدي واش فراسكم ان المنتخب الوطني لكره الطائره الشاطئيه داو عضو جامعي بلاصه المدرب؟ ما فراسيش اخو هادشي ما نقدرش نعطي شي حاجه ارجعوا تمام ساكن تما راك عارف رضوان الزاعم راني قلتها لكم اقسم لكم بالله حتى غير كتضيعوا وقتكم وكتضيعوا وقتنا بطوكيو وخليونا غير في البطوله وحق الله حنا جايين كنحلف مسكين شحال هادي السي رضوان الزاعم كان قالها لينا طالون ما شاء الله مصر توجد في جميع الرياضات سواء الفرديه او الجماعيه هذيك السياسه ديالهم هما هما هضر على مصر وهضر على تونس حتى هما راه بدون تعليق قال لك اللي كيبقى فيها هو ديك النفخه والعياقه اللي عند المسؤولين الرياضيين لا اله الا الله صافي 200 مليون خرجات غير الشيكات من اللي سالوا يدوزوها لحسابهم البنكي متحدف لا كاين الحساب سي عادل كاين داك الشيء تحيه لرضوان الزاعم سلم على الفريق حمزه عشاب الله يبارك خويا بارك الله فيك باش كتشوف الدوري الجزائري كيصدر بن سبعيني وعطال وبوداوي وبليلي وبنجاح وبالعمري وكتسمع عندنا احسن دوري باش ما عرفتش لا هاد التسميات اللي قلتي تناقش السي امين هادشي اللي قلتي بونجاح ما جاش من الدوري الجزائري تا ابرز في نجم الساحل التونسي ومشى راح دو قطر دابا راه حنا صدرنا القطر راه الحمد لله حتى انا نقدر ندخلوا لك في هاد اللائحه حتى هو راه منتوج مغربي راه هو دابا بليلي مشى من اتحاد العاصمه مشى للترجي وقع لي هذاك المشكل الا غير عطالو بوداوي راه ولاد الاكاديمي ديال بارادو ديال خير الدين زطشي بمعنى راه ما شوف ما مفوتين بوالو غير واش فراسك واخا بصحة من هو صاحبك مر ميزانيا بصفر لقب والصحافة تطبل له ليل نهار فمن يكون خلات السؤال تندخلوا من العطلة الله يرحمه ليك ما شاء الله منير فوقاش غتشدوا العطلة فوقاش تخرجوا باقي لنا خويا الحلقة ديال غدا ان شاء الله وغادي نودعوا المستمعين على امل العودة ان شاء الله مبرونزين ياك بحال مبرونزين بحول الله دير لك شي تبرونز منير سؤالي لك خي منير ما علاقة الرياضة بالسياسة لا بالعكس دابا راه هي اللي ولات دابا الرياضة طفلات على السياسة واحد الوقيته في الأول كانوا سياسيين كيجيو يسيروا الرياضة لا الرياضة هي طفلات على السياسة حتى الما ولات السياسة هي اللي سي عبد الإله فرح أنا غنقرا التعليق ديالك وخا أنت كتبان لي ديما ذاك النوع اللي كيجيني بحال جالس مع صحابه في القهوة كيقول لهم شوف واش غندير لهم شوف أنا والله تا غنقرا يلا قال لك حتى أنتم كصحافة ما فيديكمش والشن كتقول لا ما نهضرش عليه حيت عارف راسك غتاكل العصا وفتحي جمال قطعته كيف بغيتو دابا باش تجاوب على هذا أنا هضرت معك صافي حيد ذاك النهار أعطيني شي حاجة اللي مفيدة أفكار الله يرحمه وتحية لذاك السيد الأمريكا أييه ما نهبطش أنا شي بلاصة اللي قال لك هو الرينك ديالو صعيبة صعيب صعيب الرينك تجيب لي شي واحد جراح ديال الدماغ نهار ما طال وكيفتح في العروقه ديال الريوس والخيوطه وغدا تقول لي اجي شي انا كاع فخر الدين بغينا نهضر ما يقول لي اسمح لي يا سي فخر الدين انا عندي شويه انا معايا اخويا انا واه
48 ديال الحراره وتهضر معايا بحال هكا. شو حنا فين بعدا؟ شو بعدا ما كتجي لا بكيه لا والو. هذا تجي البكيه وتجي الحسره ويتحسر على هادشي اللي واقع في الرياضه، ويمكن كاع ويمكن كاع الوراقي ديال الضو ديال الماء وديال اعطى الله علاش تحسر. حسام واحد السيد سميتو حكيم الحدادي الله يرحمه، والديك اللي ما اللي ما احترمناش ما نحترموش حنا، ما كيحترمش راسو حتى الله يهديك منير. انا نتمنى يكون كان والديك يشوفوا هادشي. لا عندهم ماشي شوف شوف منير الله يرضي عليك، ما عندك ما تدير. سير شوف سير سير مع هاد اللي حنا كنقولوها دائما، حنا الحمد لله مع الناس اللي غادي يفيدونا وغادي نفيدوهم صافي ما كاينش. تحياتي لفخر الدين الله يبارك فيك منير الله يرحم الوالدين، سبب عدم استدعاء اللاعبه المغربيه للتيكواندو فاطمة الزهراء الاولمبيه، الامل الوحيد اللي كان عند المغرب. سي طهراوي نقدر نقول لك الاسباب ديال عدم الاستدعاء انها رجع الاداره التقنيه مع المدير التقني الفرنسي، وهي اسباب اللي هضرات عليها هي نيت فاش دارت ندوه صحفيه وكانت ناطت واحد الدجه وقالت بانه انا راه كنت موجوده، وهما قالوا لا راه كاينه اختيارات الى غير ذلك، وماشي غير فاطمه الزهراء ابو فراس، حتى صفيه صالح حتى هي اللي كانت كتبات ذاك النهار كتبات اللي دارت التدوينه. ولكن باش تقول الامل الوحيد للمغاربه سي الطهراوي، لا راه حتى الدريه خصها عاوتاني تزيد تهز المستوى ونشوفوها عاوتاني في مناسبات اخرى. الامل الوحيد هادو بطلات اولمبيات في الالعاب الاولمبيه الشبابيه، ولكن كان خاص مازال التساؤل نسولو اشرف اوشن اللي كان بطل العالم ديال الكاراتيه في الشبان فينا هو، وكان فيس شامبيون دي موند ديال الكبار، وكان وقع عليه صراعات حتى هو مع شي مسؤولين سامحهم الله فينا هو، هادشي لا اله الا الله. تحياتي لمشاهدي الكرام وتحياتي للمستمعين الكرام. فخر الدين رجحي البطوله الاحترافيه صيفطات جوج ديال الانديه القسم الثاني من بعد المباريات ديال البارح. انا بغيت نسولك، وكنا قلنا هذاك النهار قلنا راه احتمال توقع شي مفاجاه بحال نادي القنيطره في القسم الثاني. البارح نعطيتك لا ديك الساعه كان باقي الترتيب كنا كنقولوا بانه كاين كتقدر تكون شي مفاجاه ما بين هذوك الفرق اللي كانوا معلقين ما بين جديده وتطوان والفتح الرباطي والفتح والفتح قلناها قبل ما ندخل معاك للتفاصيل النتائج تعليق على نزول المغرب التطواني. ونزول المغرب التطواني البارحه مولاي من ختمت معاك انت يمكن خديتي ورقه وستيلو قلتي لي نزلتيهم قلت لك انا ما نزلتهمش، ولكن على حساب النتائج على حساب الماتشات كيفاش قريتهم انايا والوقائع شوف الماتشات كيفاش قريتهم هما اللي خلوني نحكم على تطوان لانها عندها ماتش صعيب وتنهزم. ملي كنشوف انايا بركان لعب على الكاتريان بلاص ديال على لي ميلي بي باش دوز، تنشوف في المقابل المباريات الاخرين اللي ملعوبين بحال دابا ديال برشيد وطنجة. انا عطيت لا فيكتوار لبرشيد والفتح، واخا يقول لي اللي بغى يقول لي غادي يخسروا هذوك فراقي بغى احب من احب وكريم من كريه. لا ميم شوز بالنسبه للفتح حتى هي، عطيتك انا الفتح كون كانت لعبه مع وجده كانت تقدر تعذب حتى هي، ونقول لك حتى هي تقدر تخسر لان وجده تقدر تخلق مشكل للفتح، ولكن اللي كان البارح مقصح وهو المغرب التطواني وثم الاصطدام اللي كان ما بين الزمامره وما بين واتزم، فاللي ادى الثمن والفاتوره غاليه هو تطوان. ولكن تطوان ماشي الماتش ديال البارح هو اللي كان السبب في النزول، ماشي حنا ناخذوا ساعه ونص ضد بركان ونقولوا بان تطوان خسرت مع بركان وهي تنزل. لا راه صاحبي تطوان نزل من العام اللي فات. راه تطوان منير راه قلتها لك دابا شي 3 سنين هادي ولا 4 سنين هو كيتخبط في سميتو، النتائج ديالو سلبيه، الكلاسمون ديالو يعني لا ميم شوز، فريق تيتعذب. إلا حسبتي لي شحال من مدرب غير راه داكشي في عامين 8 كثير 8 كثير. هاد القضيه ديال دريدب مسكين مره غادي مره جاي هذه انا ما كنقبلهاش منير، ولا كنقابلها دريدب جو سي، ولكن انا ما نقبلهاش انا كمسير يمكن هو لا قبلها مني. واحد السيد جبته مره واحده وكنتكرفص عليه كنديه وتنجيبو تنديه وتنجيبو، يمكن هو كي قلت انت ما خصوش يقبل، ولكن كيقول هو في النظريه ديالو وهادي حق مشروع يقولك فريق ديالي ما نخليش ويلا ريزون مسكين تي عندهم كان دارت تعب لواحد بن حسين واحد الوقت لا ميم شوز كنعرفهم الدراري عندهم غيره على فرقتهم كيجي، ولكن راه السبب الرئيسي في هادشي هو التسيير اصاحبي التسيير. فريق اللي كل مره كتجيب ليه مدرب وخير دليل على انك فشلتي اخر ما درتي جبتي عاوتاني مدرب اسباني اصاحبي في ثلاثه الدورات الاخرين. واش عرفتي تشوف منير واش انت جبتي مدرب واش عرفتي بعد ما انه واش كنتبع البطوله واش كيعرف المغرب التطواني واش تفرج فيها؟ راه 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 هاد التغيير اللي درتو راه خطير جدا، راكو كانوا غير كيجلسوا مع ناس شبعانين الكرة وعارفين في الكرة، أنا ما نخليكش دير هاد الخلط، أنا غتجلس معايا غتقول لي أنا غادي نحيد، نقول لك لا،
انا معاك دريدي بحيد بلاتي نسالي والعام انا غنحيد دريد نقول لي دريب غادي نحيدو بلاتي نكملو ولكن خلي دريد دابا اجي نشوفو اش غادي نديرو مع دريد اشنا هو الحاجه اللي دابا لاحظتوها في دريد وما عجبكمش واش نجيبو لي ان اوتر جوور ان اونسيان واش نجلسو معاه نقولو له ودي راه بغينا واش نقويو له ستار فوالا واش نديرو هاد لي 3 ماتش خصنا نتكتلو ضاعوا لكم ثلاثه الماتشات 3 ماتش بهذا الشيء اللي درتو جبتو مدرب جلستوه تما واش خبرك ما عندوش الوقت منير ما عندوش الوقت نهائيا انت بالتشكيله 11 ما يقدرش يوقفها انا كيجيني هذا الشيء اسمح لي منير امبوسيبل واحد الانسان تيخمم ياخذ قرار بحال هكا يدير هذه الاغلاط درتيها في الاول واستضفناك في الراديو وشرحتي لينا العام اللي فات قلتي لينا بان ما كاين حتى شي مشكل كتغلط في الاول راه ما كاين حتى شي مشكل ما كتحاسبش ولكن راه ملي كتوصل لواحد الوقيته ملي كتطلع في واحد العقبه راه الا غلطتي غترجع غادي طيح ما بقيتيش غادي توقف لان عقبه صعيبه سكيفي بقاو لك 3 ماتش خسرتي الامور نتا براسك مشى لك ماتش ديال فاس المغرب فاسي لانك على الاقل دي فيه اسميتو النقطه ما ديتيهاش هذيك النقطه كانت غتعاون تطوان تيكروا الماتش ديال واد زمري كانوا رابحين غير تصدي الماتش ديال وازن تاهو مشى لك علاش لان مدربه منير ما تيقراش الماتشات اصاحبي سيد ماما ما كايناش هناك درايه انا لقيتها كاع اللي يكون رابح كي قلتي نتايا ندير بحال اللي كيديروا الخليج كيقول لك سكر سكر صافي دي سكر سيدي كيسكر كيدير لك 10 اللور وكيبقاو يضربوا فيها مره هنا وما طايحين وكيديو الماتشات حتى شي ما عندكمش التحرميه ديال الكره يا اسمح لي اذا هادو تطوان مسؤولين غير هو اللي غنتاسف ليه انا كيبقى فيا الحال انا كفخر الدين دابا كنشوف انا قلت لك منير كيديك راه هادشي اللي جاي فيه الكره القدم المغربيه غيكون صعيب دابا فراقي كيمشيو واش غيقدروا يرجعوا ولا ما يرجعوش ماشي كيمشيو كيزلقوا غادي لا غادي نزلقين ورا هاد البطوله منير داكشي اللي قال السي محمد سهيل على 2030 راحت الساعه راه ماشي غير هو اللي تيقولها واحد عدد كبير ديال الناس كيقول لك واقيلا غتوصل واحد الوقيته لنا بطوله يمكن غادي تقدر تفيق وتسول تقول لي تسول على الفراقي غتجيك غريبه غادي تسمع سميات جداد بدون ملاعب لان دابا واش غيتكون واش الملاعب غادي بحال دابا واد الزم واش غيوجد لها الملعب ديالها ولا لا تحيه كبيره للزمامره انا جايك انا بغيت نبقى في تطوان ندخلوا الجزء الثاني باش نتكلموا على باقي الفرق تطوان دخلت بالبارح لي باج واحد مساك الله يحسن العوان مدينه ديال الرياضه منير راه تطوان ملي كيمشي لها المسافر قبل ما كيكون غادي للمضياق ومارتيل وهذا راه كيدوز على الملالين وي واول سؤال حتى اللي ما تيعرفش اش واقع تيقول بحال دابا لعائلته اش هاد الشيء اللي في هاد لوكوتي في الجهه الاخرى تيقول لي هذا تيقول لي السونتر ديال الملاليين ديال تطوان فيه الملاعب فيه مقهى فيه هذا وحشومه صاحبي علاش هذا يفهم انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام نذكركم بالارقام الهاتفيه للتواصل معنا 0522 36 10 36 0522 36 05 36 يونس دليل بالله عليكم واش بانت لكم نتيجه طنجة بالرشيد عاديه كاينه ان تما وكاين البيضي ودابا يونس دليل خصك دليل سي دليل راه عطيتك الفيكتوار ذاك النهار والبارح البارح كنت انا راه برشيد غتربح ولكن باش نقول لك ها علاش غتربح ولا ما غتربحش هذا ماشي راه خصك دابا المشكله شي حاجه قاطعه تكون بين يديك تقول بها ماشي سهله ما سهل بتصور باش ما بغيتي ولكن هادشي منير ما كلمه اخيره على تطوان تطوان منير غادي يبقى فيا الحال انا صراحه نقولها ماشي حيت الفرق الاخرين بغيتهم يطيحوا ولكن كغيره على البطوله الوطنيه وعلى هاد الانديه اللي على فريق اللي كان على فريق اللي هو كيمثل واحد المنطقه ديال الشمال اللي تبارك الله وجمهوره وكان بطل المغرب جوج مرات في 10 سنين دابا انا غادي نشرح لك مزيان اللي فكرتيني والله العظيم منير وكنت باغي نقولها ومشات لي هاد الفكره لانه كنت داير البارح في اللي تنقول فريق اللي لعب كاس العالم للانديه ديال الانديه والشامبيونز ليغ ولعب تشامبيونز ليغ وواحد علاش يا منير حنا ما كنحافظوش اشنو هو السبب وهذا هو السؤال شنو هو السبب يا منير اللي كيخلي هاد الفرق هادو يكونوا في القمه كيرجعوا اسفل سافلين طنجة بالنسبة لي أنا راه عشت نفس الشيء
راه تاتي حتى طنجره راه حفظ الله القضيه. دابا نعاود نرجعوا للكلام اللي كنقول لك دائما مولا نوبه. دابا بلاصه خوات جوج بلايص خوات جوج بلايص خوات دابا ماشي جوج بلايص خوات بلاصه خوات بالنسبه للفرقه اللي كنقولوا حنا يعني رينومي بحال تيوان فريق وجدوا راسكم راه العام الجاي ثاني ما بقيتيش فين غتشد العام الجاي تقدر تفاجئ وهذا الشيء راه هو اللي غادي تشوف الا طول الله العمر. انا بالنسبه لي منير فرق بهذا الحجم بهذ الامكانيات وتوصل لهذه الحاله اسمح لي انا كنحمل مسؤوليه المسيرين منير لانه وحتى غياب الجمهور على الملاعب كل هذا لانه هذاك الجمهور كان كيحتج سور بلاس سور بلاس سورتو في التيران وتيحتج على بزاف ديال الحوايج مع كامل الاسف غياب ديال الجمهور على الملعب اثر بشكل كبير لانه اتونسيون راه الفرقه لا ماش على جمهورها راه تقدر تاكل العصا باش نقول لك واحد القضيه راه اللي كيعس على الفرقه ديالو راه هو الجمهور. اما دابا المسير كيتحمل مسؤوليه كبيره دابا كيفاش غادي يستقبل الناس كيفاش تخرج تهضر معاهم اش غتشرح لهم اش غتقول لهم منير اش غتقول لهم يا نعطيني ما انت ما تقول لهم انت كرئيس منير ديال تطوان اشنو هو الشرح اللي تقدر تعطي لفخر الدين على انك هادشي اللي وقعتي فيه الشرح اللي نقدر نعطي لفخر الدين هو نقول بلي راه غلط ونقدم استقالتي واحد القضيه وما يعذروكش ما يعذروكش منير لانه الاستقاله راه سهله ولكن الويزر ديال شنو هو اتونسيون انت انت استقليتي وغتمشي تقابل ولكن الفريق بحجم تطوان خاص اللي يرجعوا عاوتاني خاص اللي باللاعبين ديالو المسؤولين ديالو الجمهور ديالو عاوتاني من جديد فين شكون اللي غادي يقدر يدير هادشي. من غرائب الصدف البارح حنا كنهضروا على المغرب التطواني بطل المغرب ان لا المغرب التطواني لا عزيز العمري طاحوا في عام واحد هو طاح مع الكاك الهوات وهما طاحوا من القسم الاول للقسم الثاني هذا باش تعرف ان الكره لا ترحم لا ترحم خدمتي غادي توصل توصل ما خدمتيش ما غتوصلش ماشي ما غتوصلش شفتو في الاول فين كيكون الامور باقي ما فيها لا ضغط لا والو ثلاثه نقاط كيجيو ساهلين وكتلقى الناس مرخيه وكاين اللي باقي ما دقاتش انت ما بغيتيش انت في ديك الوقيته كتخبط فيها في تغيير المدربين. رشيد الويدادي قال لك مقوله للتاريخ خلاها فخر الدين الله يذكره بخير ما تبوسنيش ولكن ما تنافقنيش اها باقي الان تنقولها كيتلقاو معايا الناس كيقولوا باقي الان دابا كاع البوسه ما بقاش ما تبوسنيش دابا نيوت دابا سير تهد ما تبوسنيش ما تبقاش دابا كاع نهائيا منير باش تبقى معاك في المباراه اللي كنعيشوا فيها ما تبوسنيش بلا ما ما تبوسنيش ما تسلمش عليه وبعد كاع وقيله دابا بعد ليه وتكلم معاه الله يلطف منير الله يلطف. باش نرجع للمباريات اللي تلعبوا البارح واحد جوج مباريات غندخلهم لك في وحده ما كاين مشكل كيتشابهوا يوسفيه برشيد الفوز ديالو على اتحاد طنجه والفوز ديال الفتح على شباب محمد ما تجيكش غريبه ما توضعش السؤال وما تمحنش راسك منير لا ما محنش راسي لا فيكتوار غتكون البرشيد ولا فيكتوار غتكون الفيس لانه كون كانت محمديه والفيس المحمديه كتعيش نفس يعني يكون معنيه بالماتش حتى هي غادي نعطيك الفوز لشباب محمديه راه نحلوا هاد الظاهره هادي ما تقدرش تحل لا والو ما في الكره في الكره ما تقدرش جوج فرق اللي معنيش بالماتش واش كيكون داك التراخي ولا كيكون ما ولا حتى من اللعاب ولا تيكون كل شيء من غير داك الكل شيء تيكون كل شيء احنا ما يدوش عندنا شي واحد الدكاكه ديال سميتو كيكون كل شيء كيكون كل شيء واش تراخي بغيتي انت تراخي بغيتها عدم يعني هذا نهايه الموسم ما عندي ما ندير بالمباراه اللي بغيتي يا منير دخلوا في هذه المباريات انا باش نختم معك البارح عطيتك دغيا النتائج ما تعذبتش معك ما تعذب نتيجه اللي كنت شويه خشميت فيها الريحه ديال الخوف هي ديال تطوان مع بركان غنبقى نرجع لها لانه شميت فيها الريحه ديال سميتو ديال الفوز ديال نهضه بركان ما كاينش مزاح حيت هادي كون بريباري ليها انت ويكون شي واحد جالس معنا مع تطوان يقول لهم اتونسيون اتونسيون الدراري عندنا ماتش باراج ماتش نيس ديال صبليوني مع كامل احترامات يا منير ما غاديش يوصل لهم داك الشيء اللي غادي يوصلوا ما راه عارفوا بعدا ما راه عارفوا هادشي منير منير الله يرحم والديك لكن الفرق ما بين واحد غادي يهضر بالعربيه وغيبكي والمصارم ديالو غادي يخرجوا كي اللعابه الاخرين كيعرفوه باش حاسي وعندكم راه الطيوح هذا ويبكي سيمانه ديال الفيستيال اتونسيون قلتها لك انا مونيك كان مابقاش لونترينمون دابا بقات دابا القريحه والجري واش غادي يقدروا يديروا لهم هذا لا لا مشى دابا هذا غادي يهز حوايجه وغادي يمشي هذا جا
على مهمة معينة راه دارها ومشى. الله يجازيه بخير. الله يجازيه بخير والله يجازيه بخير اللي جابه. فين كان؟ كيفاش كتلقاه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ناخذ معنا اول متصل فخر الدين. اول متصل سي محمد من الخميسات. مرحبا سي محمد. تحية لك اخي منير، تحية لاخي فخر الدين رجحي، تحية لك كبير وتحية للجميع. بارك الله فيك. وكنحيا خويا فخر الدين رجحي عزيز عليا ودائما شحال مده هذه بيني وبينه ما دويتش معاه. الله يبارك فيك. إذا كان يعقل كيلو النسبة اللي كنت كيقول لي. كيلو ديالاش؟ كيلو ديال النسبة. كيلو النسبة. النسبة كتير ياك ورا كيلو النسبة عاطيني يا محمد. اكيد لا بس عليك فخر الدين والله خويا لا توحشناك وبارك الله. راه كنا تلاقينا مع لي زونسيان ديالكم جاوا لعبوا معنا واحد الماتش. وي خويا هذه واحد ثلاثه اسابيع ولا اربعه في لقيت الراك هما اللي داروا داك الشيء تكريم ديال واحد احد اللاعبين ديال الخميسات. الحمد لله. شفنا الدراري كاملين تما، كنا شفنا كاع الدراري ديال الخميسات. من تما من الخميسات عندنا علاقات مع كاع الوداديين صراحة الله. واخا انا راه جا ولكني عندي اسئله. مرحبا مرحبا. وكان حاب فخر الدين رجحي. الله يبارك فيك. كنعاود اللقطات ديالك دائما كنبقى نتفرج فيك. ابار تيليفون ماشي زعما راه دير في وجهك ولا شي حاجه. بارك الله فيك خويا. تفضل سي محمد. باش ندخلوا في الموضوع اخي منير عبري، دابا انا كنستغرب لتطوان ثلاثه المباريات اللي باقيين بغيت نشوف غير انا فاش غيجيبوا مدرب شنو بغيو شنو بغيو يربحوا. الله يرضي عليك. ثلاثه المباريات اللي بقاو شنو بغيتي تربح من ثلاثه المباريات؟ انت اللي جايب مدرب ما فهمتش. الدريد بقى من ثلاثه المباريات. مدرب بكون بقى على الاقل يجيبها بعد اربعه يجيب ثلاثه يجيبها ثلاثه يضمن البقاء. انت جايب لي مدرب ما كيعرفوش اللاعبين كامل بالنسبه للنتائج الاخيره للهزائم الاخيره كلشي متاثر. جا مدرب عاوتاني قالوا هذه العقليه ما عرفتش كيفاش غتكون كلشي متاثر. خلي الدريد بعدا كيعرف يتفاهم معاهم كيعرف التواصل كيعرف كيفاش يتواصل. مدرب جاي ما غيعقلش عليهم ولو كيما يبغى يكون كيقول لك انا جيت لهاد المباريات ما عنده باش يحاسبوا. لا والو انا جيت تعقدتوا معايا ما عندي ما ندير. واش هاد المدرب اللي لعب ثلاث المباريات واش عاود ثاني غيعاود يجريو عليه؟ لا هادي مفروغ منها ما عنده شوف دابا هاد المدرب ما عنده ما بقى غيدير تمايا اللي جايبو بعدا حيت هو هي مساله ديال المسيرين ورئيس كيفاش غتكون الامور. يمكن باقي لهم واحد نصف نهائي مع فريق الوداد وتما غادي تعرف اش غادي يكون. هذيك كتبقى مباراه بالنسبه لهم راه الاهم عندهم هما يبقوا البقاء في القسم الاول. ولكن هي الاولى هذا هو المهم. وهي ولكن فاش كيشوف بالنسبه هما كامل بالنسبه غيطيحوا للدوزيام سيري راه ديك كامل هذوك المسيرين وذاك الرئيس سميتو كتجيهم شويه سميتو حنا طايحين للدوزيام سيري راه كنشوفوا تاعي وغيطلبوا الاستقاله ديالهم ويمشيو كاملين. وغنعيشوا ثاني نفس المشكل اللي عشنا مع النادي المكناسي ومع الكاك ومع سميتو. لا يبقاو ديال حيت هما فاش كيطيحوا للدوزيام سيري ما كيرضاوش بالدوزيام سيري. شنو درتي في القسم الاول؟ كتلعب على الليمانتيا ما كديش الالقاب. ديتي الالقاب دات الالقاب للمغرب تطوالي اعترفنا بها. جوج الاعوام سميتو ولكن انتوما طايحين للدوزيام سيري خصكم كيفاش ترجعوا المغرب تطوالي للقسم الاول؟ شكون يكون تسيير محكم؟ بالنسبة تقولوا بالنسبة خطأنا نعاودوا نصلحوا الخراب ديالنا ونصلحوا الأخطاء ديالنا رجعوا الفريق للمكانة ديالو. أييه داكشي اللي كاين الله يعاونك. يعني أخي فخر الدين وتحية لكم وتحية لك خويا. شكرا لك شكرا لك. الله يحفظك أسي محمد بارك الله فيك. سي مباري قال لك السلام عليكم خي منير خي فخر الدين، تتذكرون رسالتي عندما قلت ترتيب نزول القسم الثاني قد يكون مثل ترتيب نزول القسم الأول وقد نرى مفاجأة حزينة لفريق كبير. إيه راه حنا كنا قلنا ملي شفنا الفتح قربات والمغرب تطواني قربات وانت الدفاع الجديد واحد الوقت هو كنا قلنا راه يقدر هذه الصورة جميلة يا أخي المرحوم حسن مركب الثاني محمد الخامس مع نوال المتوكل وسعيد عوض ألعاب أولمبية. يا سلام 84 84 يا سلام الله يلا يا سلام يا سلام. قلت لك منير ما كاينش شي واحد اللي ما غاديش يحزن على هذا على النزول ديال المغرب تطوان. على اين؟ ماشي قضيه محبه ولا هذا، قضيه غيره على 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 هاد النوادي اللي الحمد لله عندها جميع الامكانيات امونيا باش تلعب. باش انا تطوان كنشوفها تمارس تنافس على البطوله امونيا راه داتها. لا
نشوفها ما لا تبقى. وكان المغرب التطواني من الفرق اللي دارت واحد الموديل في التكوين وطلعت لعبة ديالها. عندهم لاعبين راه ما كتخواش هذيك الجهه. سولني انا كنمشي لديك البلاصه ما كتخواش. وكنا درنا لا ديتيكسيون تمايا راه تبارك الله راه خيره اللاعبين اللي جاوا اللي عند تطوان ما كاينينش. ولكن اخويا مع كامل الاسف لا اله الا الله. شوف غنرجع معك دائما منير. الاختيارات الناس شوف وعندهم ناس مسلطين عليهم قادرين فيهم حاله في البطوله الوطنيه كامله. شوف شادين رؤساء. انا نقول لك اش كاين لكن واحد شو وحدين شادين الرؤساء دايرين فيهم حاله منير. لا من ناحيه المدربين لا من ناحيه اللاعبين لا من ناحيه وما يعطي فينا هما مخبيين ما كيبانوش. والله ما كيبانوا. كيديو الفلوسات ديالهم وباردين وما تيحشموش ولا ياخذ القرار ياخذ القرار. السيليفون ماشي شغله هو دابا كو عاير تعطاو للجمهور المغربي الاسماء ديالهم. انا بالنسبه ليا كيف المدرب كيتعنن عليه اي واحد كيخدم مع شي واحد عطي سميتو للجمهور. خاص الجمهور يعرفوا شكون هما هاد الناس باش تاهم يعرفوا مرات راه مساهمين. فعاود يجي واحد تكنيسيان وديريكتور تكنيك شكون اللي كيدير هاد الخدمه دابا هما هاد اللي كنهضر لك عليهم. هاد الناس لي بسيدو. نمشيو لوجدة ناخذ معنا السي رمضان. السي رمضان من وجدة اهلا وسهلا. السلام عليكم سي منير. وعليكم السلام ورحمه الله. فخر الدين الله يبارك فيك السي رمضان. والله العظيم الا الصوت ديالك كيفكرني بالحاج يحيى القراري الله يرحمه. بالضبط رحمه الله سي فخر الدين. كنشكرك ونشكر سي منير. مرحبا خويا مرحبا. وهذا الكلام ديالكم اللي كانت تكلموا دائما وهذه التحليلات راه في الحقيقه واقعيه الحمد لله. بالنسبه للمباراه اللي كانت البارح ما بين سقوط يعني هبوط تطوان الى القسم الثاني يعني جوج مباريات فيهم ان فقدت البرنوسي ومع طنجة. البرنوسي برشيد عرفتي راه زيدها السي رمضان. نعم راه شوف واحد القضيه نقولها لك. نعم. لا قضيه الماتش ديال برشيد مع طنجه كان ان ولا عبلات والفتح مع المحمديه ثم برشيد مع جديده. دابا خص تعرف واحد القضيه هادو مباريات التخمينات ديالنا عطينا الانتصارات لهاد الفرق بحكم ديك لا انت ولا انا عشنا في المغرب حنا وشفنا البطوله وانت كتعرف هاد القضيه دي. لكن حاجه اخرى راه الماتش اللي كان صعيب تصنت ديال السي رمضان وان شاء الله نخليك تكمل والباقي راني نشرح داك. راه الماتش اللي كان صعيب السي رمضان البارح راه هو ديال تطوان. راه شتي كون شتي برشيد غتواجه وجده ولا الوداد ولا الرجاء ولا شي فرقه اللي هذا كنتي غتكون. انا نعطيك التخمينات ديالي. انا البارح علاش عطيت الانتصار للبركان لان انا عارف ان مساكن تطوان ذهنيا ما موجودينش تمام وهالاخرين غادي يديروا لي ماي لي بي باش يربحوا. كمل مرحبا بك يا سلمى. تطول الملاحظه اللي كاينه وهي ما بقاو ثلاثه المباريات او اربعه بدلوا المدرب دريدم اللي كان غادي بهم واخا كان خطا بدلوا هذاك التغيير اللي جا ذاك الاسباني ذاك المدرب صحيح انا نظن ما يفهمهمش وهذا هو المشكل. الماتش اللي فات الاول كان هزموا مع المولوديه في تطوان اييه نهزموا بواحد 1-0 بيلانتي في الاخر زادوا نهزموا عاوزاتهم بركان ومع المغرب فاسيلا ميم شوز بحال وجده اذا تفرجتي في ماتش السي رمضان تمام. هذه القضيه نتاع المدرب هذا هو التاثير الاول في تطوان. ولكن لو كان بقات مثلا برشيد ما كانش يعني شحات كان تطوان برشيد وتطوان تبقى. انا باش نقول لك كاين واحد النوع انا شكيت في الماتش بركان وتطوان وفا برشيد وطنجة. اشنو الشك اللي كان في الماتش ديال تطوان وبركان؟ كان شي حاجه والله بحالاش بغاو خصهم يربحوهم لا بد لي انهم كيضربوا على الدرجه الرابعه. ايوا وراه هذا هو العادي راه قلتها البارح انا. ولكن لو كان كانت تعادلات غير التعادل كانت المولوديه تدو تفوز هي الرابعه. حيت المولوديه باقي ما لعبتش. المولوديه اليوم تلعب طبعا لو كانت تعادلات المولوديه دير مجهود اليوم تنتصر. ايوا باش عرفتي حتى المولوديه تربح اليوم. ما من موحد. لان يمكن تعادل ويمكن تخسر كاع لان ما عندها رغبه. راه هاد البطوله ديالنا راك شتيها نتايا منذ الانطلاقه وهي كتفاجئنا بالمباريات تمام. والقضيه الحقيقه ودي السي فخر الدين نعم خويا والمشكل
حنا خصنا نعتمدوا على مدرب المغاربه. وفين راه دابا حالك انت دابا زعما علاش ما تكونش مدرب شي فرقه من هاد شوف تا دير شي فرقه وعيط لي السي رمضان تعاونوا انا وياك. والله الا كنتكلم دايما والله الا انا معك والله الا انا المولوديه الوجديه حق الله تعالى نبغي تكون الله يكثر خيرك بارك الله فيك والله نبغي تكون هاد المولوديه لان علاش المغاربه يعرفوا بعضهم بعض ويدافعوا القميص الحمد لله واخا غير يقبلوا داك الشيء ديالك هذا هو المشكل السي رمضان دريد بجريندو شو مغاربه هذاك ديالو تزمت شو مغاربه مزيان كي يدافعوا دابا راه ولا كيتفرض عليك واحد المسائل الا بغيتي تخدم خص هذاك اللي غيديك دي معاك انت واحد العشرة ديالو هو انا نقول لك اش راه السوق راك عايش فيه وتنعرفو انا هادشي عشتو الشريف عشرو شكرا لك السي رمضان شكرا السي رمضان تحياتي السي رمضان من مدينه وجده كلمه على كلمة عظيمة لا اله الا الله يرحم الحاج بوزوبع كلمة على ما يمكن اننا نسميوه انعتاق صوفية برشيد سلتة العام وهذه ماشي سلتة هذه هي دار كثار راه بحال غادي في لوطوروت في سونس انفيرس وصل وضربتي 40 كيلومتر وما ضربك حتى واحد ونهار الحد لكن الناس لحد يكون الناس حضر الضحك انا شرحتها لك دابا جاي من برشيد الكازا الكازا في لوطو هادي ديال الحريزي هادي المهدي حريزي هو اللي يدير هو اللي يدير صايق بهم البيضي زوين ايوا عطيتك مثال 40 كيلومتر 40 كيلومتر في سانسيرس وصلوا ما ضربك حتى واحد واه راه ما ضربو حتى واحد راه هي هادي سمعتي التصريح ديال سكيلاتشي البارح اشنو سكيلاتشي مسكين بقى فيا واحد لقيتها متجه للحكام وداكشي كاع ولقيتها مابقيتش كنبغي نصمت ليه الله يحسن العوان انا ما كنلوموش الله انا شوف اي مدرب البارح تنقول ليه انا بيعتك بحال العلاوي اسماعيلي بحال الصحابي بحال كاع الدراري اي واحد انا سولني على البون دو توش تجلس تما توقف سيرتو ملي غندخلو للماتش ديال الزمامره كاع سي كراف اموني احنا غادي ندخلوا لمباراة نهضة الزمامرة وسريع واتزم دابا كاسمر شداي فان قام معنا مستمعين الكرام واصل معكم دائما الحديث على مباراة الدورة 30 من البطولة غنهضروا على مباراة نهضة الزمامرة وسريع واتزم واللي فرزات نزول نهضة الزمامرة واحتفاظ سريع واتزم بالمقعد ديالو في القسم الاول شكرا دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شداي فان نذكر بالارقام التي فيها التواصل معنا 0522-36-10-36 0522-36-05-36 تحية لكل مشاهدين على صفحة الفيسبوك شكرا لكم على كل التعليقات ديالكم والتفاعل ديالكم يونس دليل قال لك فخر الدين عاقب القضية راه ولد الدرب التازي خطير غير عقد عقدتي بالقضية بعد موسمين مليء بالمفاجآت نزول نادي القنيطرة للهواة نزول المغرب تطوان القسم الثاني هذه هي البطولة المغربية فهمت ستة لا كل شيء واضح باقي العطي فهادشي اللي باقي يا مونيا الكوكب المراكشي في القسم الثاني لا ما جمعوش ريوسهم دابا لا العام الجاي صافي ما عندي ما تساكموني العام الجاي توما يغبروا تجيب ليها الدميعي شي تجيب الطاهر الخلج تجيب البهجه تجيب كاع دوك لا لي زونسيان ماشي قضيه الاوتور كاينه منير لا حيت كيقول لك ديك التعبئه دي واخا التعبئه كاينه ولكن التعبئه بغات التعبئه وبغات المسيرين بغات الروشارج والله يديك منير رئيس برشيد هو اللي خصو ينزل القسم الثاني على التصرفات ديالو ولكن للاسف راه باقي في القسم الاول انا كنتاسف على التصرفات ديالو ورساله لهشام يتمنى لانه كان صرح وقال بانه بيضي دار فيا سمعته بغينا نعرفوا فين وصلت لا ما غاديش توصل حتى شي ما توصل اذا لماذا هشام غادي يتم الصلح اذا علاش هشام يتمنى من هشام قال في واحد الوقيته اللي هو وشاد بها قال لك ودينا قال انا حاضر لا انا بغيت نقارن علاش ملي كان قال الزيات شي حاجه علاش محمد ينطي ليه واحد الوقت الرئيس السابق دراجه فدابا الناس كيتسالوا باش نديروا تخليق نديروا تخليق الممارسه وتخليق تسير خصنا نكونوا في اطار الاحترام نهضه الزمامره وسريع واتزم سوتيني البارح بعدا من ناحيه لوريتم واش بان لك احسن مباراه في هذا الربع اللي كان فيها لوريتم علاش لان معنيين بالامر بجوج 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 داك الشيء شتي فيها لوريتم وتكلمت معك منير سوتين واحد بقيتك ديك بعض المرات كتبغي دير كل شيء وما ما كيصدق لك والو غالب الله لانه عقلك
ما مساعدكش مع رجليك. ضيور بحث زمام منير بشهاده ديال الجميع كان يقدر يكون منتصر بواحد جوج زيرو ولا أربعة. انا شوف احنا ما بغيناش نمشيو نسجلوا كل شيء. بلاتي واحد اللعيبه كتقولها ليا ديما. اشنا هي منير؟ كاين فرق بين فرصه واضحه وبين تهديد وهادشي. دي زوكازيون نت. واش تكلم منير دابا؟ ديال احنا قلنا نعطيو هذا جوج زيرو باش نقولوا فائده به ملي ما كتسجلش منير صافي دير كوا. تسنى. غير خسر في هاد القضيه هادي كمدرب خصهم يعرفوا كاع المدربين. لقيت اللي تشوف الفريق ديالك ما مساعدهاش الحظوظ مره عيط على لا ديفونس ديالك. ونبههم اتونسيون وجدهم لانهم راه في اي لحظه لقيت اللي كتضيع انت عليه الاول والثاني والثالث كما قلت منو الرابع وداير داكشي اللي وقع. انا غير واحد القضيه تحيه لهذا الفريق الزمامره لانه كان من احسن الفرق الوطنيه بشهاده ديال واحد العدد كبير ديال المتتبعين دار دي بون ماتش. نعاود نرجع مع كمونير نفس الكلام اللي تكلمت على تطوان. شكون المسؤول على هاد النتائج؟ رئيس فريق السلام بالقشور اللي دائما هو تعود على انه كيقصر كيقصر بالمدربين كيجيب هذا كيحيد هذا كيجيب هذا تحيد هذا عنده داك الشيء عادي مقصر. كان بامكانه يكون في المرتبه احسن من عدد كبير من الفرق على حسب الماتشات اللي قدم. ولكن هذيك التهريسه اللي هرستي فاش حيدتي العلاوي وجبتي فهامي وعطيتيه كار خاسر عطيتيه الفرقه يلاه لقيت اللي بغى يبدا هو يخدم عاوتاني حيدتيه حيت هنا كنقولوا حنا فهامي راه ما خدمش هويا مع الزمامره. فهامي جا ثلاثه ديال الهزائم باقي حتى ما قدرش باقي حتى ما دار فوالا. اذا انت ديك الوقيته خلي الثقه في العلاوي لان كيبان لك بانه راه كاين شي حاجه جايه يمكن ما غاتجيش هذا الحد وما تجيش الحد الاخر ولكن تجي الحد الجاي وهي اللي وقعت. لقيت اللي دخل العلاوي وجمع المسائل وبدات الخدمه راه بداو كيعطيو دي بون ماتش. انا كنقول لهم ما يتقلقوش بقى فيا النقاش يبقى فيا مباركي دي جوار اللي سهلوا صراحه مازال نشوفهم في القسم الوطني الاول لان تبارك الله العطاء ديالهم كان مزيان. وكنقول للعلاوي اسمع لي زيد تشتغل مع راسك وما تيأش وما تحضرش يديك. كرة قدم هي هادي انت ما مسؤول على والو. انا بالنسبه ليا انت راك في القسم الوطني الاول على حساب ذاك لوروندمون اللي درتو وانت محظوظ اللي خدمتي في القسم الاول. لا ومحظوظ اللي خدم في القسم الاول ومحظوظ اللي جاو هذا الماتش بهذه الطريقه هذه. انا تنقول لي ما يأش لان انا حسيت به ذاك النهار باش تهضر معايا مسكين تيقول لك انا وليت هذا. نقول لي بالعكس صافي اللي عطى الله عطاه كرة قدم هي هادي انت ماشي مسؤول لان هو النزول منير هو مشارك فيه بزاف ديال له. ولكن المسؤوليه الكبيره للرئيس هي الرئيس. نعطيه 80% ونعطي 20% نفرق على السماعلي ونفرق على اللاعبين وعلى فهامي. ولكن الاغلبيه الساحقه من النقاط كنوهبها للرؤساء ديال هاد الانديه لانهم هما اللي ما خدموش. واخا نمشيو لعند متصل اخر نشاركوا معاه النقاش سي ميلود من بن سليمان. مرحبا سي ميلود. واخويا منير السلام عليكم. وعليكم السلام سي ميلود مرحبا. واش لكم مبروك اخويا درك كيدير واحد السيف واحد ديال الخليه. الله يكثر خيرك سي ميلود. كلشي واش لكم مبروك اخويا وتعيد علينا وعليك. علينا وعليك. الله يحفظك خويا. انا بعد مرات كنبقى نتساءل مع راسي بعد مع شي رؤساء ديال الفرق. اش غنقول لك دابا واش هاد الصباليوني اللي جابو لتطوان راه ما قال لي الله يجي السلام عليكم ها البطوله سالت اش غيدير معاهم اش غيدير. راه كون خلاو غير صاحبي دريدب دابا راه كامورا الميت خساره سي ميلود هادشي راه قلتو خاصنا ناخذوا عباره خويا. اخويا راه ما كيخش شوف راه ما كيخش شوف الله يرضي عليك راه ما كيخش شوف نعم خويا شتي الكاكو هاد العام ما كانش اللي كيهضر عام كيقول غيطيحوا فهمتي. لا لا ما كاينش والله ما خصكش ما كانش اللي كيقول ما كانش كيقدر يقول لك غيطيحوا فهمتي. هذا هو المشكل اللي كاين الناس ما كيحسبوش حسابهم اصاحبي الله يرضي الله يرضي عليك. الناس ما كيحسبوش حسابهم اصاحبي صاحبي كي وتا هادشي كون يديروا بحال دابا الفراق دابا بحال شي زمامره كون كانت باقا مثلا شي سبع دورات في الخمسه تشوف فرقه اخرى عاوتاني. لا لا كانت غتكون باقيه والله العظيم كانت تقدر تكلاسي السابعه ولا انا راه وداد انا ودادي ومن بعد الوداد انا الفرقه اللي كنت كنتفرج فيها وكتعجبني كورتهم هما الزمامره والله العظيم. لا لا داروا شوف 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 بلا ما نهضر داروا دي ماتش نكونوا لوجيك داروا دي بون ماتش داروا دي بون ماتش رجعوا معطلين بزاف. الله يحسن العوان. شوف اخويا راه الكره بوحدها ما كتعاونش الكره بوحدها راه ما كتعاونش. الله يرحم والديك الضريبه ديال التيران هذيك راه خاص الفلوس. شوف خاص الفلوس خاص لعابه ان بلوس خاص مسيرين راه خاص بزاف ديال الحوايج. الله يرضي عليك الثمن التيران ديالك ما كتلعبش فيه هذا هو المشكل اللي عندهم هما عاوتاني فهمتي. شوف انا راه هنايا كنعطي الفرقه للمدرب وكنمشي في حالي انايا
كيصحاب كالمدرب ترى فيه كل شيء، فيه طبيب نفساني، فيه هذا، راه ما يمكنش اخويا ما يمكنش. كاين كاين دابا بنادم خاص بقى ياخذ عباره، وخاص الناس خاصها تخدم اصاحبي، ماشي نلقاو ماشي نبقاو نخليو حتى لواحد جماشات ولا ثلاثه ونبقاو ما عادش باغي نديرو، نبقاو باغي نحبسو نلعبو ونديرو هذا ونشرو. الكوره خاص داك الشيء يكون بالوضوح، باغي بنادم يدير شي حاجه كيديرها. واللي طاح للدوزيام ديفيزيون راه ماشي نهايه العالم، الناس اللي بغاو يبقاو محافظين على واحد ليفيكتيف ديالهم وباغي يخدموا راه العام الجاي ان شاء الله يرضي عليك. فوالا ما كاينش المشكل، راه المشكل اللي كيبقى فيا انا هو دابا الفرق اللي كيطيحوا للدوزيام ديفيزيون كلشي كيمشي. المشكل كي اللعابه كيبيعوا لا بريبار ديال الجور ديالهم كيبيعوهم، كيقدروا يزيدوا يغبروا. هذا هو المشكل اللي نتاسفوا ليه. نتمنى من هاد الفرق هادو اللي باغيين يزيدوا يخدموا بحال تطوان صاحبي، راه ما يمكنش خاصها تكون فريق كبير كما قلتي، مدينه كبيره، لعبوا شامبيون ليغ، لعبوا كاس العالم الانديه. شكرا سي ميلود خويا، لا اله الا الله، المهم الله يحفظك اخويا. شكرا لك، شكرا، تحياتي ليك ميلود بن سليمان. خويا ونس دليل كتبتيها مره واحده جوج ثلاثه 10، الله يجعل البركه، راه شفنا هذا الشيء اللي عطيتينا، راه كاينه المعلومه، غير هنينا الله يرحمك. صاحبي واه سيمو، واخا سيدي سيمو، واخا من بعد ما كاين حتى شي مشكل. الجامعه الملكيه تتحمل بعض المسؤوليه بسبب عدم توفير الملاعب في الوقت المحدد، مما جعل الفريقين النازلين تطوان والزمامره يستقبلان المباريات في اكثر من مدينه. الدور ديال غياب الملعب عند مهم الجوش. مهم منير، مهم هذوك الانتقالات منير صعيبه. ملاحظ ان اللي بقى هو الفريق اللي استقبل في خريبكه، عنده ملعب فين استقبل قريب، اللي طاحوا هما اللي بقاو كيتنقلوا هو الدريدب كان قالها مسكين، قال لك اودي راه كنضربوا مسافات بعيده، خصوصا المباريات اللي وقيتها اللي كتلعب ثلاثه المباريات في الاسبوع تقريبا ولا في 10 ايام تما فين بان لانه سي با فاسيل. كتكون جالسه منير في تطوان تمشي تبغي دير واحد الحصه ديال التدريب، فاذا به لون دو ماخس اللعابه تجمعهم عاوتاني وتقبط بهم الطريق، راه ما كان سهل، ما كان سهل. كلمه على انعتاق سريع واتزم، ويمكن واتزم الخيار اللي داروا انه بالمجيء ديال الصحابي، ديال الصحابي انه كيعرف البطوله، وكيف كنقول لك انا دائما لا كومينيكاسيون، وكيفاش غادي يهضر مع الدراري وكيفاش هذا، راه عطات الاكل ديالها، راه الدراري كيتقاتلوا، ما كانش شي فريق اللي هو دار مباريات انت شتيه في المباريات ديال كنقول لك دائما ما كيديرش مباريات كبار، ولكن كيعرف يخرج راسه بتعادل او بشي مباريات كيلعب باش ما يخسرش، باش ما يخسرش. انا كنقول لك شي من ناحيه العرض ومن ناحيه المنتوج، الزمامره كان احسن بكثير من هاد الفرق كاملين اللي كانوا مهددين معاه، كان احسن بكثير. غادي نجيو مازال نتكلموا على باقي الفرق، وخاصه ملي غادي نديروا الحصيله غدا ان شاء الله ديال مباريات البطوله، غادي نهضروا على المباريات اللي غادي تلعب اليوم طبيعه الحال والنتائج ديالها، ولكن غدا غنديروا واحد الخلاصه على كل فريق، وانت غادي تشوف من بدايه الموسم والسياسه باش مشى كل فريق فين وصل، واش هذا الشيء اللي كان كيستحق اللي دار وبزاف ديال الحوايج، ومنها فريق سريع واتزم لانه واخا بقى راه ما خصناش ننساو بانه بدايه الموسم جاب 24 لاعب. ندخلوا المباريات ديال اليوم، ثلاثة ديال المباريات أو أربعة ديال المباريات. الوداد الجيش الملكي، إوا هذا كنا كنقولوا ليه كلاسيكو، كلاسيكو في واحد الوقت من الأوقات. دابا أنا كيبان ليا بأن مباراة بالنسبة للوداد والجيش كبريباراسيون لكوب ديال كأس العرش، واخا المصير ديال مباراة الوداد والمغرب التطواني باقي ما معروفش الملعب فين، ولكن مازال ما كاين حتى شي بلاغ. لا فريق الجيش ولا فريق الوداد، بالنسبه لي انا تسول البنزرتي وتسول فاندير بروك ديال الجيش غادي يتكلم معك، خصهم دابا اليوم يوضعوا اللمسات الاخيره على اما احسن مباراه اوفيسيال ولا وديه بالنسبه لك انت. اوفيسيال انا احسن نفضل لعب مع الجيش، والجيش هي تفضل تلعب مع فريق الوداد. البنزرتي يشوف شنو هو الخيارات ديالو اللي غتكون عنده اليوم، مهما تكون النتيجه هو تهيئ المباراة اللي غتجيك، لا بالنسبة للجيش مع رجاء بني منال، وبالنسبة للوداد مع المغرب التطواني. هذا هو اللي نقدر، هذا هو اللي نقدر، ما ندخلش معك منير هذه المباراة كون جبتيها لي في واحد الوقت من الأوقات غيكون عندها غيكون عندي لغة أخرى غنتكلم معك بها، وغادي نعطيك حوايج أخرين وأرقام ونقول لك خاص حتى الكلاسيكو دابا باش تقول كلاسيكو، غيكون كلاسيكو غير من ناحية الفرق اللي لاعبين والاسم، فوالا الاسم الشكل، ما هو كمباراه مازال كنت كفريق الجيش باغي النقاط، باغي لو دوزيام بلاس، نقدر نقول لك وي غادي يجي وغادي يدير. هذه مباراه تبقى نقول لك بريباراسيون بالنسبه لي دوزيكيب. في مباراه اخرى غتلعب في مدينه فاس بين المغرب الفاسي والرجاء، وحسب اللائحه اللي استدعاها لسعد الشابي، ماشي لسعد الشابي لان سعد الشابي ما كاينش، كاين غا بكاري
كاين واحد المجموعة ديال اللاعبين ما كاينينش ما كاينينش صافي مزيانة بونيدي شنو الاستفادة؟ مزيان مزيان أبوني علاش غنلعب أنا الدراري عام وما كيلعبوا أنا كمدرب هذا هو الخيار اللي يكون عندي أنا نقدر ندي لك دراري ماشي تا ديال سبوار تعطيني تا ديال الشباب ولا الشبان نديهم معايا ما عنديش مشكل فريق اللي خصو أنا بالنسبة لي ملي كتقول لي فريق الأمان شحال عندهم من عام؟ قل من 23 سنة قل من 23 سنة هادو تبارك الله راسو سون ديجا في ليكيب بروميير لا فوالا هو يدخلوا يدخلوا يكملوا أنا هاد الماتش هذا ويلعبوه ونشوفوا شوف أنت كمكتب مسير أنت كطاقم تقني شوف واش كاين شي حاجة مزيان سي بيان الماتش يمكن دير تاهي نفس الشيء ما شفتش اللائحة المستدعة ديال الماتش تقدر الماتش دير الماتش تقدر دير لي فارتا هما احتمال من واحد المجموعة ديال شي الوداد كما كانش عندها نصف النهائي وكانت ما لعباش أنا كنظن بأنه اليوم تقدر تشوف فريق آخر من غير هذاك اللي كتشتي مع بركان ولا كوجي تقدر تشوف لاعبين آخرين اللي الناس الجمهور تيهضر عليهم واللي خصهم يكونوا زعما في مباراتين هادو جوج مباريات اللي تكلمنا عليهم ديال الوداد والجيش الملكي والمغرب الفاسي الرجاء غادي تلعبوا مع السبعه ديال العشيه ان شاء الله باقي جوج ديال المباريات قبل ما نتكلموا عليهم ناخذوا معنا سعيد من الرباط سي سعيد مرحبا الو السلام عليكم مرحبا سي سعيد سي فخر الدين السلام عليكم اخويا حياك الله يبارك فيك سي سعيد مبروك وباشركم واخا العواشر سي لا 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 العواشر اشوف المغرب كيبقى فيه العواشر العام كامل هذا شوي وهذاك العواشر مازال طويله شويه مازال كاين العواشر مازال كاين العواشر ربي يخليك الله يبارك المهم اخويا بغيت غير واحد شي اسئله لسي فخر الدين الله يخليك مرحبا بك هذا بعدنا اربعه ديال المدربين التونسيين في البطوله المغربيه اييه ثلاثه لا قال لك شي واحد باغي يجي واحد الرابع راه كيوجدوا يجي ونزيدو غادي اسي سعيد يجي ونزيدو ولكن راه ملي غيجي ملي غيجي غيبقى شي واحد مشى السؤال ديالي بكل موضوعيه مرحبا بك هي الاضافه ديال هادو شنو زادوا لنا في البطوله المغربيه وشنو زادوا للاعب المغربي ودابا يقولك حكاره غنتعلموا منهم الخبط الكروي غنتعلموا منهم هذاك الشيء شكون اللي قال هادشي شكون اللي قال هادشي الخبط الكروي راه عند كلشي لا الخبط الكروي اللي كنهضر على الكره كلشي عنده حتى دابا كتقول هاد الخبط الكروي شنو هاد الخبط الكروي هو الطيح ومن كيقولوا اخويا راه كنقول غير تصنت لي هاد الخبط راه حتى حنا كنقولوا هاد الخبط شنو هاد الخبط الكروي هو الطيح هو التحرميات اشنو تحرم راه المغربي كلشي عنده تحرميات ديال الكره ما كاينش شي مغربي ما عندوش تحرميات ديال الكره حنا بعدا كاع حاربنا التحرميات ديال الكره راك شتي واحد بقيت اللعابه كانوا كيطيحوا كيديروا شي 80 تقليبه كتقول واقيلا تهرس حنا حاربنا الخبط الكروي لان بعدا ما نديروا به حنا بغينا الكره السي سعيد شي هاد المدربين كنحتارموهم وكنحتارموا جميع الطاقات اللي كتجي تشتغل في المغرب لان انا واحد انسان اشتغلت مع مدربين اجانب غير حاجه واحده السي سعيد اللي غادي يعطينا اللي غادي يعطي اضافه للفرقه وغادي يعاون الكره المغربيه مرحبا دابا هاد الفرق دابا اللي هما دابا كيستعنوا بهاد الخبره واش استافدوا ولا ما استافدوش لا يتحملوا مسؤوليه شوف عاد صنطيه يتحملوا مسؤوليه كل واحد كل فريق تيجي بشي مدرب كيتحمل المسؤوليه ديالو هو اللي دار داك العبره بالخواتيم استفاق ايوا الخواتيم ما كانش راه ديك الساعه المسير تيقول له ودي انا مثلا نعطيك فريق ديالنا هو اللي الوداد البيضاوي مثلا انا جايب مدرب وعطيه باب ديال باش لعب الشامبيونز ليغ استفاق الدين لا هذه كاينه انا معاك انا معاك راه حتى هو تيقولها ما باش تجيبوا لي ندير بطوله بطوله ماشي لا 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 ولكن راه شوف الوداد داك الشيء اللي على اللعابه اللي كيجيب وعلى القاعده الجماهيريه وعلى التاريخ ديالو من الاولويات هو كاس افريقيا هذاك الشيء اللي كنقول لك هادشي اما انا معاك انا متفق معاك اما البطوله الجمهور الودادي كيقول لك البطوله نقدر ندي انا يعني ب 50% ب 60% واحد ملاحظه السي فخر الدين مرحبا مرحبا اخويا لاحظت ان من كاس افريقيا من كاس اوروبا والطريقه باش تلعب والريتم باش تلعب واللاعب كيطيح المدرب الحكم ما كيصفرش بعدا الحكم كيقول له طيح ولا عاود الراس ما كاينش هذاك الطيح ولا وفخبار كان الفار كانوا كيلعبوا في ويمبلي ولا كيلعبوا في روما الفار كان في سويسرا وكيعيط له في جوج ديال الثواني كيقول له ضربه جزاء لا بيك ما كاينش كيصفر الحكم حنايا البطوله هذيك نهار في التيران ولا ملعب راه الكاميو ديال الفار باين ديال الكاميو يمشي على الكاميو يشوف هذاك الشيء ويرجع ويصفر وكيبدا 10 ديال الدقائق كيزيد جوج دقائق في الاخر ايوا حتى ما كنديروا شي حاجه خاصنا نكونوا قادرين عليها ونكونوا عندنا الاليات ديالها مزيان نكون عندنا الفار انا ماشي ضد الفار بالعكس لا بالعكس الفار راه الفار شوف كما كانش الفار يمكن كنتي غتشوف سقوط فرق اخرى الله يستر ثار من تطوان راه ربي دار تاويل الخير
ولكن كلمه اخيره هو انا فعلا الله يلاه فريق الزمامره. اييه شفتو شي مقابلات والله كان مزيان كان مزيان عجبني انا شفتو مع الجيش وشفتو شي مع اللي والله لا لا والله الا دار دابا ماتش فيهم والله العظيم اول مره كنجي انا كنتبع الكره القدم ولكن ما عنديش هذيك زعما لا 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 كان انا كل ما يرجع انت بدون عصبيه لا 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 ودادي نهار اللي كتلعب الوداد مزيان مرحبا نهار اللي تخسر يستاهلوا الله يعاونوا يعاونوا ديما ندير لهم ما عرفتش ما والو سالينا الهضره لا نتعصب الا ضيعوا الحكام الا الله يرضي عليك ولكن ماشي لاعب صاحبي ما مترينيش ونجي انا نفقس راسي ونوض الكره انا ما عندي ما نتسال راك سبورتي ولكن انا الوداد بغيها تربح تدير بطوله ودي كل شيء ولكن الا كانت واجده اما الا كانت ما عندي ما نتسال مرحبا وسيدي كنشكرك تبارك الله عليك الله يعطيك السعيد تحياتي لك قوجو ديال المباريات حسنية أكادير الدفاع الجديدي أولمبيك أسفي المولودية الوجدية هذه المباراة وحده اللي معنية هنا ما عرفتش ما بقاتش معنية حيت نهضت بركان صافي ربحوا البارح سمعت البارح إيوا صافي هادو مباريات يمكن هاد الشيء اللي بقى اليوم غير لإتمام البرنامج صافي غنتفرجوا صافي بدون ضغط واخا نديروا شوية ديال الضحك أشناهو أصلا وباقي الدورات حسنية أكادير الدفاع الجديد وجديدة حسنية أكادير سالوا البطولة شحال هادي والدفاع الجديد سالوا هاد هما ماشي شي دوار هو انت سمعتي المدرب قال لك حنا لو مانتيان هو الهدف ديالنا هو الحسنيه ملي تولي تشوف انت بعد دابا الهدف ديال الحسنيه ولو مانتيان والهدف ديال الجديده هو البحث على لو مانتيان اتونسيون خصك تشد راسك لا هنا هادي خطيره مولاي خطيره العام الجاي خطيره العام الجاي وخطيره الشيء اللي كيخرج اللي كيتسرب الله يستر انا ملي كتشوف فراق اللي واحد الوقيته كينافسوا ملي كدور الحسنيه اتونسيون راه البارح كانت كتنافس راه البارح الجمهور كله كيتفرج فيها مشات الميسره ما كاينش اللي ما تفاعلش مع حسنيه تكادير الوقيته اللي خسروا بداك الظلم وهذاك الشيء يعني حسنيه كانت واحد الوقيته ما بقاتش تابعه للبطوله المغربيه اكثر ما هي كتمثل افريقيا المغرب برا وكل شيء كيشكر فيهم العطاء ديالهم جديده لا ميم شوز حتى هي واحد الوقيته كاس العرش شامبيونه كتنافس عليها تشامبيونز ليغ غاديه اسمح لي مولاي ولكن ملي نعطيك الميكرو ما تقولش لي الهدف هو البقاء لا ماشي تبقى تهضر معايا ومن غير هادي انتوما كمسيرين انتوما كرؤساء كتخرجوا كتبقاو تشرحوا لما كتشرح الجمهور نورمالمون اين الجمهور ديالك اي ولكن واش كتقول ليه كتكذب عليه ها كتكذب عليه الى عاودتي معايا الخرجات الاعلاميه اللي كانت في الاول ورجع معايا للوراء وشوف معايا هادشي اللي كان خرج راه كان بزاف بزاف ديال الهضره اولمبيك اسفي المولوديه الوجديه ايوا صافي حتى هي نفس فوزي جمال هو اللي اللي غادي يستافد لانه مزيان اللي جاو هاد الماتشات هو مصوفي باش يقلب على العام الجاي كيفاش يكون غيلعب مباراه مع المولود صافي هادشي اللي كاين جلال علاش ما بغيتوش تكلموا على ما يقع في الرجاء واش عجبكم الحاله وفرحانين كيفاش حنا مالنا ما عرفتش مالنا الرجاء بعدا انا المعلومه اللي عندي الرجال ما سمح لي حيت من قبيله هو كيصيفط دي ميساج لا ولكن ما ولكن علاش سميتك انا غادي نعطيك بخصوص الرجاء ما هو معلومه بلغ المكتب غنعطيه لك اشناهو التوقيع ديال مالونغول الشارقه غنعطيه لك ما هو معلومه غنهضر فيه داكشي اللي باغي تسمع انت ديال واهضروا على المكتب والفاعلين والتركين داكشي حنا ماشي جمهور ديال ماشي جمهور ديال الرجاء باش نهضروا على هادشي كيفاش ماشي جمهور ديال الرجاء هو باغي يهضر بلسان باغينا نهضروا بلسان الجمهور منير واخا تكون اتصنتي هاد القضيه الله يرضي عليك الله يرضي عليك انت قلتي واحد الكلمه وشكرا لك بغيتي معلومه على رحيمي ها هي على مالونغو ها هي على متولي هي. على الحفيظي اييه هذا هو الاطار اللي نقدروا نكونوا فيه بغيتي شي حاجه اخرى امبوسيبل وما كيسمحش لنا حنايا حنا الضمير ديالنا نقولوا في واحد شي حاجه خايبه واش حنا شغلنا الجمع العامي دار لو 27 ولا قبل ما عندكش حق ماشي شغلنا الشتاء الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت ماشي شغلنا وما عرفناش حنا كاع اش وقع فيها هذاك جمهور الرجاء مش عبر على الغضب ديالو خرج ما نجيش انا هنايا للراديو ونبدا نقول شي حوايج اللي كيتقالوا في الشارع ما عنديش حق مولاي على اين كان مزيان الا كان كيسمع لينا مزيان باش يعرف ان هذا راديو وخص تحتارم الناس ايمن ابريني ما مصير ملعب تطوان الكبير مشى دابا خصهم يكملوا غادي نهضروا على ملعب تطوان الكبير غادي نهضروا عليه خصهم يكملوا صغير توفر المعطيات هذا وعد من السي ايمن لانه توا فيه الكثير من الشيء اللي تقاله وخاص تحيه عمريه وتقدير السي مدير يوسف خير الدين من امستردام الله يكثر خيرك خويا بارك الله فيك تحيه عمير تبارك الله عليك خويا زهير رضوان سكوما كلنا نعرف عقليه اللاعب لكن سفيان المدن
هو في جميع الحالات بجوج هم راه مابقاش كيستدعيهم فوز البزرتي بجوجهم. السي فخر الدين اذا كانت العصبه من اولويات الوداد فلولا الفوز بالبطوله او الوصافه لا يمكن التكلم على العصبه. لا ملي كتفوز بالبطوله ملي كتفوز بالبطوله حيت حنا خصنا عرفنا اش بغينا نقولوا. الاولويات شنو هي؟ الاولويات هو هو ملي كتكون جالسه منير كتحط ملي كتجيب شي مدرب راه كتحط ليه كوب دافريك لا كوب دافريك هي الاول هو الاولويه. علاش؟ لان البطوله انت غاتنافس عليها وكتعرف ملي كيكون عندك ذاك اللباس كيف كنقولوا انت توب ديال البطل توب ديال البطل كيكون عندك ديجا خصو يعرفني اش بغيت نقول ليه. هو عنده الحق راه بدون الفوز بالبطوله والبطوله راه حتى الدوزيام بلاس راه كديها تشامبيونز ليغ ياك اخو منير دوزيام بلاس كتدي ويمكن كاع المشاركات ولات عندك حتى في كاس العرش الا كنتي فيناليست ولا فيناليست ايوا راه هادشي كله ولا كيسهل عليك الامور ولكن الفوز بالعصبه هو اللي خصو يكون. البارح واحد النقطة نسيت ما تكلمتش عليها كاع الفرق اللي لعبوا ضد الوداد جوج فرق اللي لعبوا ضد الوداد بعد ما تحسم لقب البطولة داروا ذاك الممر الشرفي. البارح الفتح الرباطي وشباب محمدية بجوجهم الفرق بجوج داروا ممر شرفي لمن الحكم عبد الرحيم اليعقوبي لأن هذيك آخر مباراة غادي يقود زوينة غادي يخرج تقاعد زوينة مولاي كانت وقعت شي مرة وقلت لك مولاي حتى الحكام خصهم يخرجوا بشرف وخرجوا من الباب الكبير إيوا تصفق عليهم وهذاك الشيء شوف مولاي هادشي راه عندك صحاب راسك صعيب راه صعيب وما كنديرش سهل وما كنديرش الله يرضي عليك راه غير هو قضيه التربيه انا ديما نقول لك كلمه التربيه خصك انت كيفاش تربي الاجيال اللي حتى هاد الناس الاخرين نساوهم هاد الجيل اللي جاي ربيو على هاد الشيء ربيو على الثقافه على الاخلاق على الاحترام على بزاف ديال الحوايج. الحكام جزء من والله قد فقط مراد الله يحفظك عطانا واحد الدقيقه واحد الخبر فتيات الجيش الملكي ربحوا البارح اليزان ب 4-1 خاصهم يربحوا بنك الاسكان التونسي باش يتاهلوا للتشامبيونز ليغ. الجميل في هذه المباراه ديال البارح انها تنقلات في قناه العيون. ايه والاشقاء الجزائريين ما عجبهمش الحال تنقل المباراه في العيون. فلوم ما عجبهمش الحال ان المباراه تنقل. هذيك قناه تابعه الشركه ديالنا لا مانا ماشي ديالنا. قناتنا هذيك قناه ماشي ديالنا. ديالنا؟ ايوا نديروا فيها ماتشات ديالنا. ما نديروش ماتش تما ما نديروش. الله يصوب. الله يصوب. المهم. انت منير سعاده 428 الله يلطف بينا الله يلطف بينا اسمع السي رشيد راه 9428 خصنا نشوفوا عدد التحليلات اللي داروا اليوم عاوتاني مشكلات الله يلطف بينا ومزيد من الحيطه والحذر. شكرا فخر الدين شكرا مراد في الاخراج شكرا حسام والمهدي مواضيع في الاخراج المرئي بقوا اوفياء لبرامج الشدافه ماذا قليل رشيد الادريسي وحياتك في الغربه.